السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخوان، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. ان شاء الله في الفيديو غادي يكون مهم جدا بالنسبه للناس اللي عاد المبتدئين في الدومين ديال الدياغنوستيك وديال البروغراماسيون. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. وقبل ما نبداو الاخوان، بالنسبه للناس اللي مازال ما مشاركينش عندي في القناه ديالي، شاركوا في القناه باش القناه ديالنا تكبر وباش كلشي يستافد من هاد الفيديوهات اللي كنحطوا في القناه ديالنا، قناه تعليم اوتو دياكزاك. المهم الاخوان، هاد القناه درناها باش كلشي يستافد وتنبارطاجيو معكم المعلومه ايتترا. المهم اول حاجه، كيف ما كتشوفوا معنا هنايا عندنا هاد الكالكولاتور. هذا هو الكالكولاتور، اي عقل السياره الاخوان، هذا هو العقل ديال السياره الاخوان. هذا معروف بسميه الاس يو، كيف ما كتشوفوا هذا هو الكالكولاتور الاي سي يو. كيف ما كتشوفوا الاخوان، اي حرف مثلا او سي او عندهم التعريف، عندهم الشرح ديالهم. مثلا او هي الانجن، انجن سي هي كنترول، سمحوا لي على الكتابة، والاي هي اليونيت. ولا درنا لها الترجمة باللغة العربية، دائما اللغة الانجليزية دائما تنبداو الترجمة من اليمين. يونيت هي الوحدة، وحدة، والكنترول هي وحدة كنترول هي التحكم، هي وحدة التحكم. والانجين هو المحرك، وحدة التحكم في المحرك. وكاينين بعض الاخوان، كاينين شي وحدين تيقول لها الكترونيك او، الاو في بلاصه الانجين تيديروا الكترونيك كنترول يونيت. زعما ولا درنا لها الترجمه باللغه العربيه، هي وحده التحكم في الالكترونيك السياره. وكيف ما كنشوفوا هنايا، هذا الكالكولاتور مكون بزاف ديال لي كومبوزون الكترونيك لداخل الاخوان. كيف ما كنعرفوا الكالكولاتور فيه بزاف ديال لي كومبوزون لداخل. مثلا عندنا الميكرو بروسيسور، هذا هو الميكرو بروسيسور، هو هذا الكبير، هذا هو الميكرو البروسيسور. وكاين الفلاش، هذا هو الفلاش. وكاين لي بروم، وكاين لي ترانزستور، كاين لي ريزيستونس، كاين لي ديود، كاين بزاف ديال لي كومبوزون الكترونيك. ان شاء الله مازال غادي نطرقوا لهم ان شاء الله، ونشرحوا شنو هما الوظيفه ديالهم في فيديو ان شاء الله لاحق، في فيديو الجاي ان شاء الله. فوالا الاخوان، كيف ما كتشوفوا هذا هو الكالكولاتور، مكون من دي كونيكتور. مثلا على سبيل المثال، هذا الكالكولاتور فيه ثلاثه ديال لي كونيكتور، هذا الاول، هذا الثاني، هذا الثالث. انا على سبيل المثال درت هذا الكونيكتور هذا غير باش نبين لكم شي حوايج، مازال غادي نشرح لكم شي حوايجات. فوالا الاخوان، مكون ثلاثه ديال لي كونيكتور، كاين اللي فيهم جوج، كاين اللي فيهم غير واحد، فهمتي؟ واحد تلقاه كبير، كونيكتور كبير، وكاين اللي فيهم ثلاثه بحال هذا الشكل. فوالا نضرب لكم، جبت هذا الكونيكتور، هذا ديال البي سي ام ولا البي سي على سبيل المثال، حطيته هنايا باش نفسر لكم مزيان. كيف ما كنعرفوا الاخوان، كيف ما كنعرفوا واحد الحاجه، هذا هو العقل ديال السياره. اي كالكولاتور خصو لاليمونطاسيون. دونك مثلا رسموا هنا واحد الباتري، ها هو باتري، هذا البلوس وهذا الموا. كيف ما كنعرفوا، اي كومبوزون، اي حاجه فيها الالكترونيك راه محتاجه لاليمونطاسيون. دونك هنا الاخوان، هذه هي البلوس، نديروا لها واحد الفيزيب، تيديروا لها واحد الفيزيب. فوالا مثلا 30 امبير، ومن بعد غادي يجي يدخل في هذا الفيل هذا. مثلا على سبيل المثال هذا الفيل هذا صفر، وغادي يجي وغادي اليمونتي الكالكولاتور. لي زالامونطاسيون يقدروا يكون مثلا على سبيل المثال هذا غير هذا الفيل يقدر يخرجوا منه ثلاثه ديال لي فيل باش اليمونطيو الكالكولاتور. لحقاش الكالكولاتور راه ما فيهش غير اليمونطاسيون وحده، فيه بزاف ديال لي زالامونطاسيون. حنا خدينا على سبيل المثال غير وحده.
بالنسبه في الشيماء الكتريك تتلقى بزاف لي زاليمونطاسيون داخل الكالكولاتور. حنا غير باش نبينو لكم ها هي الاليمونطاسيون اللي داخله الكالكولاتور. وكاينه لاماس، لاماس بطبيعه الحال، لاماس لاماس هو الاخوان، هي هذه. وغادي تدخل في مثلا على سبيل المثال في هذا الخيط هذا الفانيليو، وغادي تعطي لاماس للكالكولاتور. دونك هذه هي لاماس جي ان دي الجراوند. فوالا الاخوان، كيف ما كتشوفوا الاخوان، دابا هضرنا على ليمونطاسيون. فوالا الاخوان، على سبيل المثال دائما فاش تكون مثلا بغيتي دير ديغنوستيك بلاباري ديال ديغنوستيك، ولكن فاش تبغي تدخل الكالكولاتور، تبغي تدخل الكالكولاتور ديال المحرك، لاباري ما تبغيش تدخل. دائما فاش ما تبغيش تدخل الاخوان، ضروري خصك تشوف لاليمونطاسيون تيقول لك، فهمتي، ما يمكنلكش تدخل هذا الكالكولاتور. دائما هنا فاش تطيح في هذا المشكل، ده اول حاجه غادي ديرها هي تشوف لاليمونطاسيون ديال الكالكولاتور، واش داخله لها ليمونطاسيون ولا ما كايناش. الا ما كانش لاليمونطاسيون الاخوان، راه ما غاديش تقراك في لاباري ديال الدياغنوستيك. دابا الاخوان هضرنا على واحد 5% من الكالكولاتور، ان شاء الله مازال غادي نهضروا على الكالكولاتور مزيان ان شاء الله في الفيديوهات الصالي جايين. دابا الاخوان غادي ندوزو مثلا على سبيل المثال ناخذوا شي كابتور، وغادي نشرحوا الكابتور، وغادي نربطوا العلاقه بيناتهم ما بين الكابتور والكالكولاتور باش تفهموا مزيان. غير بشويه بشويه الاخوان باش تفهموا مزيان. مثلا على سبيل المثال الاخوان، غادي ناخذوا مثلا على سبيل المثال الكابتور ديال التمبيراتور ديال ليكيد دو فخواديسمون مثلا. الشيمه ديالو في الالكتريسيتي هي هذه الاخوان، لحقاش كيف ما كنعرفوا الاخوان باللي ان الكابتور ديال التمبيراتور ديال ليكيد دو فخواديسمون فيه واحد لا ريزيستونس، فيه واحد لا ريزيستونس لداخل الاخوان في الكابتور، كيف ما كتشوفوا بحال هكا. وكيف ما كنعرفوا ان لي كابتور، مثلا الكابتور عندك طومبيراتور ديال ليكيد دو فخواديسمون، مثلا هذا الكابتور عندك الكابتور ديال طومبيراتور ديال الكاربيرون، عندك الكابتور ديال طومبيراتور ديال لير. دائما الاخوان تتلقى فيهم جوج ديال لي فيل، دائما تتلقى تقريبا تتلقى فيهم جوج ديال لي فيل، تتلقى واحد ديال بلوس وواحد في واحد فيه الموا. وهنايا كان لا ريزيستونس، فهمتي، مازال غادي دابا غادي نهضروا عليها وغادي نشرحوا كيفاش يخدم هذا الشيء. وكيف ما كنعرفوا كاينين ديكابتور، اللي فيهم جوج ديال لي فيل، وكاينين لي كابتور اللي فيهم ثلاثه ديال لي فيل. غادي احنا غادي نمشيو بشويه بشويه. كيف ما كنعرفوا هذا هو الكابتور ديال التومبيراتور ديال ليكيد دو فخواديسمون. اول حاجه ستكون فيه لاماس، هذه الاخوان لاماس، وهذه مثلا على سبيل المثال بلوس. وكيف ما كنعرفوا ان هذا الكابتور تيتاليمونطا ب 5 فولت، وهذه هنا فيه لاماس. وشكون اللي تيعطي هاد 5 فولت؟ تيعطيه الكالكولاتور، هو اللي تيعطيه 5 فولت لهاد الكابتور ديال طومبيراتور دو ليكيد دو فخواديسمون. مثلا على سبيل المثال هذا هو اللي غادي يعطيه ب 5 فولت. فوالا غادي تجي وغادي تدخل هنايا. ولاماس جايه من الكالكولاتور، مازال غادي نوريكم واحد الشيمه. فوالا الاخوان، هذه هي لاماس، دابا واحد الحاجه، دابا خصكم تعرفوا واحد الحاجه. كيف ما كتشوفوا هنايا كاينه 5 فولت، دونك الكالكولاتور الاخوان، هنايا راه فيها 12، داخله لها 12 فولت، فهمتي اطو. هنا الكالكولاتور اللي البلوس هنايا كيف ما كتشوفوا غادي تجي وغادي تدخل، 12 فولت، الكالكولاتور. ولكن هنا كيفاش خرجت هاد 5 فولت نورمالمون؟ غير باش تعرفوا واحد الحاجه، ان الداخل ديال الكالكولاتور كاين واحد المحول، هو اللي يحولها 12 فولت، حولها ل 5 فولت، لان لي كابتور تيحتاجوا لاليمونطاسيون ديال 5 فولت. وكاينين دي كابتور اخرين تيحتاجوا لاليمونطاسيون ديال 12 فولت، هذوك تيجيبوها ديريكتومون من الباتري. فوالا الاخوان، المهم كيف ما كتشوفوا هذيك 12 حولها ل 5 فولت. كاينين محولات في الكالكولاتور، ان شاء الله مازال غادي نهضروا على هذا الشيء بشويه كل فيديو ان شاء الله. والمهم والمميزات ديالو، المهم حنا دابا نشرحوا غير بشويه هذيك 12 فولت تيحولها ل 5 فولت، ودونك من بعد تيخرجها الاخوان، وتيجي تيأليمونتي بها لي كابتور اللي تيتأليمونطاو ب 5 فولت. على سبيل المثال هذا الكابتور، هذا حنا تيتأليمونطا ب 5 فولت. كيف ما كنعرفوا الاخوان، ان هذا الكابتور، هذا هو اللي تيعطي المعلومه، هذا الكابتور هو اللي تيعطي المعلومه للكالكولاتور باش يخبروا بدرجه الحراره ديال المحرك، بدرجه الحراره ديال لا تومبيراتور ديال ليكيد اوف فخواديسمون.
كيف ما كنعرفوا الاخوان في بعض لي كابتور، مثلا على سبيل المثال مثلا كابتور ديال مثلا ديال فيلبروكا، مثلا ديال فيلبروكا كابتور مثلا، لحقاش كاينين جوج ديال لي كابتور، كاينين جوج ديال لي تيب، كاين كابتور اكتيف وكاين كابتور اف اول. كابتور اكتيف فهمتي تيخدم عادي، ولكن الكابتور اي في اول فيه مازال ان شاء الله غادي نهضروا عليه هذا الشيء، فيه خمسه، فيه كونيكتور مثلا. هذا هو الكابتور، هو هذا ياك، وفيه ثلاثه ديال اللي فيه، فيه 5 فولت ياك، واحد فيه 5 فولت ياك، وهذا ديال السينيال، وهذه لاماس، هنا الاخوان فاش تجي هاد 5 فولت تاليمونتي الكابتور، وعنده هنايا لاماس، دونك الاخوان فاش يعبر لا مثلا هنايا الكابتور تيعبر لا غوتاسيون ديال الفيل بروكا، لا غوتاسيون شنو اخر تيعبر لا غوتاسيون ديال الفيل بروكا، وتيعبر البوزيسيون ديال بوا مورو ديال لي سيلندر. دونك هنايا فاش تيرسل المعلومه تيرسلها في هذا الخيط، ديال السينيال. دونك عنده 5 فولت بوحدها والخيط ديال السينير بوحدو، ولكن الاخوان هنايا هنا في لي كابتور ديال مثلا الكابتور ديال لا تومبيراتور ديال اللي كيدو في خواتيسمو، راه فيه غير خيط واحد، هذا الخيط الواحد ديال 5 فولت، 5 فولت راه فيه اليمونطاسيون تي اليمونطي فيه، تي اليمونطي 5 فولت، وفي نفس الوقت تيرسل فيه الاشاره للكالكيلاتور باش يخبرو، بلا تومبيراتور ديال اللي كيدو في خواتيسمو. هذا في هذا بحال هذا الفيل هذا تيلعب جوج ديال الادوار، تي اليمونتي لا ريزيستونس، وفي نفس الوقت تيرجع فيه الاشاره. حنا كيف ما كنعرفوا ان هاد لا ريزيستونس كل ما كانت درجه الحراره مرتفعه، هاد لا ريزيستونس الاخوان، هاد لا ريزيستونس تتنخفض. مثلا هاد لا ريزيستونس تخدم بالسي تي ان. هذه الاخوان شنو كتعني السي تي ان؟ هنايا الاخوان السي تي ان هاد السي كتعني كويفيسيون دو تومبيراتور نيجاتيف، المخطط ديالها. فوالا الاخوان، هنا كاينه لا تومبيراتور وهنا كاينه لا ريزيستونس. مثلا على سبيل المثال فهمتي، لا تومبيراتور كل ما طلعت هنايا، مثلا هنا 10 10، هنا 20، هنا 30 درجة سيلسيوس، فوالا. وهنا كاينه لا ريزيستونس، هنايا كل دونك هنايا الاخوان هذه لا ريزيستونس مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة. دونك هنايا الإخوان كل ما كانت درجة الحرارة مرتفعة، كل ما كان هاد لا ريزيستونس هادي تتنقص، فوالا تتنخفض. كل ما كانت درجة الحرارة مرتفعة هاد لا ريزيستونس، هادي الإخوان تتنقص، ولكن العكس في الكابتور ديال التومبيراتور ديال لير، العكس تيخدم بالسيستيم سي تي بي، كوفيسيون تومبيراتور بوزيتيف. المهم مازال غادي نهضروا على هاد الشيء الاخوان، غادي يبان لكم هاد الشيء معقد ولا بالنسبه سيغتو الناس المبتدئين، ولكن غير بشويه بشويه ان شاء الله تتفهم مزيان. مازال غادي ندير فيديوهات، ان شاء الله، وغادي نمشي معكم غير بشويه بشويه. فوالا الاخوان، كيف ما كتشوفوا دونك هنايا الاخوان، هاد لا ريزيستونس هادي تتبدل. كل ما تبدلات هاد 5 فولت الاخوان، هاد 5 فولت اللي تجي تاليمونطا تتبدل فهمتي، ما تبقاش 5 فولت، وهاديك 5 هاديك 5 هاديك فاش تتبدل تترجع في هاد الخيط ياك، وتتخبر الكالكيلاتور، تتعطي لحقاش هنايا الاخوان قبل ما توصل للميكرو، هذا هو اللي تيحلل المعلومه فهمتي، هذا هو اللي تيدير الاناليز. الميكرو بروسيسور، كاينين لي كومبوزون اللي تيديروا اللي تيحسبوا هاد السينيال هذا اللي راجع في هاد الخيط ياك، وتترجموه فهمتي، ومن بعد تيسيرتوه الميكرو بروسيسور، وهاد الميكرو بروسيسور تيعالج هذيك المعلومه. على سبيل المثال، حنايا عندنا هاد الكابتور ديال الطومبيراتور ديال اللي كيدوب في خواتيسمو، شنو تيدير؟ مثلا حنايا عندنا هنايا لي فونتيلاتور هادو ديال الموتور، عندنا جوج مثلا على سبيل المثال، سمحوا لي على الرسم. فوالا واحد ديال لاماس، مثلا واحد ديال فهمتي ديال بلوس. حنايا عندنا هاد المعالج هذا، مثلا على سبيل المثال، درجة الحرارة وصلت ل 80، درجة سلسيوس. هنايا درجة الحرارة ديال المياه ديال اللي كيدوب في خواتيسمو وصلت درجة الحرارة 80،
دونك هنا فاش تصيفط المعلومه هنايا الاخوان هنا هذا الميكرو بروسيسور صافي فاش تعرف ان درجه الحراره ديال اللي كيدو في خوادي اسمه وصلت درجه الحراره 80. دونك شنو تيدير هذا شنو كيدير هذا الميكرو؟ تيرسل المعلومه لي كومبوزو الاخرين مثلا بحال لي ترانزيستور ايتترا، تيقول له خدم لي هاد، تيقول له خدم لي لي فونتيلاتور في السرعه الاولى. مثلا على سبيل المثال هذا الخط هذا غادي يمشي طا 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 هنايا ياك، وغادي يجي فهمتي لحقاش مازال كاينين هنايا دي كومبوزون اخرين اللي تيتحكموا في السرعه الاولى وفي السرعه الثانيه ان شاء الله مازال غادي نهضروا على هذا الشيء. تيقول له خدم لي تيقول له خدم لي الفونتيلاتور في السرعه الاولى، وتيدوروا فهمتي غير بشويه بشويه بشويه. مثلا الا وصلت هنا درجه الحراره 90 95 مثلا 95 درجه سيلسيوس 95 درجه سيلسيوس، الميكرو بروسيسور تيعرف ان درجه الحراره وصلت ل 95. شنو تيدير هنايا الميكرو؟ عاوتاني تيقول له كومبوزور اخرين، تيقول له فهمتي خدم لي لي فونتيلاتور في السرعه الثانيه. عاوتاني تيخدموا هاد لي فونتيلاتور في السرعه الثانيه. فوالا الاخوان، المهم غير بشويه بشويه ان شاء الله وغتفهموا ان شاء الله كلشي. فوالا الاخوان، بالنسبه لك بغيتي مثلا على سبيل المثال بغيتي تيستي هذا الكابتور ديال التمبيراتور ديال اللي كدو في خوادي سمو، تتكون مثلا على سبيل المثال هذه هي الملتيميتر تتشعلها تديرها في الفولتاج. شنو كدير؟ غادي تجي الكابتور، غادي تحيد الكونيكتور من الكابتور، زعما تحيدو ديكونيكتي الفيش من الكابتور، وغادي تجي غادي تحط هاد الكحل هذا في لاماس، غادي تحطو في الباتري ديال لاماس، وغادي تجي تشوف لاليمونطاسيون واش جايه من واش الكالكولاتور عاطيها لهاد الكابتور. خصك نورمالمون هنايا خصها تطلع 5 فولت ولا 4.99 4.98 ايتترا. المهم انا خص تطلع 5 فولت، الا ما طلعتش 5 فولت شنو غادي دير؟ غادي تجر راس هنا الكونيكتور وغادي تعبر، فهمتي؟ غادي تعبر تشوف واش هنايا عاوتاني هنا تدير هنايا هذا فلاماس، وتجي لهنايا وتتعبر لاليمونطاسيون واش خارجه من هاد الفيش هذا، فهمتي؟ واش خارجه من هاد الفيش؟ الا خرجات دونك عندك المشكل هنايا، فهمتي؟ عندك الخيط مقطع في شي بلاصه، هنايا مثلا مقطع في شي بلاصه، هنايا عاوتاني تجي تعبر لا ريزيستونس ديال الفيل، فهمتي؟ تتشوف واش فين مقطع، تتبقى غادي معاه غير بشويه 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 حتى تتلقى فين عندك التقطيعه مثلا هنايا، ومن بعد صافي تتسوديه صافي. من بعد تتلصق هاد الخيوطه من بعد تلصق الخيوطه وصافي تي كلشي تيولي هو هذاك. عاوتاني المرحله الثانيه فهمتي، اللي كان عندك هنا مزيان تتجي تيستي لاماس، تدير هذا الاحمر دابا العكس، تدير الاحمر في البليس هنايا في البليس، وتتجي لاماس تتعبر، خصها نورمالمون خصها تعطيك 12. الا ما عطاتكش 12 عرف باللي ان فهمتي، عرف باللي ان عندك عاوتاني شي تقطيعه هنايا، ولا عاوتاني تتعبر هنايا فهمتي، تتعبر عاوتاني لا ريزيستونس ما بين هاد لي فيل، وتبقى جاي بشويه بشويه تتوصل فين عندك المشكل وصافي عاوتاني تتريكلو. فوالا الا كان عندك هنايا كلشي مزيان، فوالا الاخوان كلشي عندك مزيان. شنو تدير؟ ديجا تتحيد عاوتاني تدير عاوتاني التيست ديالك. مثلا بغيتي تيست ديال الكابتور ديال الكابتور ديال الطومبيراتور، تتحيد الكونيكتور ياك، وتتجر الريوس ديال الكونيكتور فين خارجين دوك لي بين، وتتعبر تديرو هذا في صوت الجرس لحقاش هادي لا ريزيستونس نورمالمون خصها تكون لا كونتينيويتي، تتجي لهنايا وتديرو في صوت الجرس بحال هكا، تتجي لهنايا الريوس ياك، وتدير هنايا الحمر وهنايا الكحل، ومن بعد الى عطاك هاد صوت الجرس هكا دونك الكابتور راه مزيان. الا ما عطاكش صوت الجرس دونك الكابتور الاخوه لا ريزيستونس ديالو مشات الاخوان، خصك تبدل الكابتور ديالك. المهم الاخوان صافي نحبسوا هنايا هاد الفيديو ديال اليوم. المهم الى عجبكم هاد الفيديو الاخوان، خليوا لي تعليق لتحت، ولا بغيتو مثلا بحال هاد الدروس بحال هكا خليوا لي تعليق لتحت، وانا ما عليا ما بيا فهمتي، انا غير ندير لكم فيديوهات باش كلشي يستافد. اي فوالا الاخوان، المهم كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.